تعالوا نروح مع حضراتكم ايضا ونعيش الاجواء الخاصه بدوري القسم الثاني ونشوف ايه الجديد واللي عشناه امبارح مع حضراتكم عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس في اذاعه المباريات. مباراه كانت من اقوى المباريات اللي انطلقت طبعا، هي كانت المباراه اللي جمعت فريق بلديه المحله مع الداخليه، وزي ما قلت لحضراتكم يمكن دول الفريقين اللي يعني نقول هبطوا حديثا من مسابقه الدوري المصري الممتاز. هيكون منورنا دلوقتي عبر الهاتف الكابتن ابراهيم صلاح، نجم خط وسط نادي الزمالك السابق ومنتخبنا المصري السابق. بنرحب بحضرتك يا كابتن، وطبعا المدير الفني لفريق بلديه المحله. صباح الفل عليك يا كابتن ابراهيم. صباح الفل عليك يا استاذه فرح، اهلا بيك منورنا، وطبعا بنبارك لك في البدايه على الفوز امبارح في انطلاق الدوري. وعايزه اعرف منك يعني امبارح شفت الانطلاق عامله ازاي، وكنا بنتكلم طبعا على فكره ان المباريات تكون مذاعه، وده بيدي دفعه معنويه كبيره جدا للاعيبه وبالتاكيد للمديرين الفنيين وشغلهم داخل الملعب. طبعا يعني اللعيبه دايما بتفكر موضوع دوري المحترفين دلوقتي ما بقاش يقل قوه عن الدوري الممتاز، لان موضوع اذاعه المباريات بيدي فرصه كبيره ان الناس تبدا تشوف اللعيبه وتعرفهم بالاسم ويشوفوا شغلهم، وذلك برضو المدير الفني ان يقدر الناس تشوف شغلك مع الفريق. وبتقدر الاول كان الدرجه دي مهدور حقها شويه، ما فيش حد بيعرف عنها حاجه، لكن دلوقتي الموضوع مختلف تماما. فبتمنى ان دي تكون فكره وتقدر تتنفذ لكل الفرق، خاصه الفرق الجماهيريه، عشان الجماهير تشوف لعيبتها وتشوف المدير الفني بتاعها وتشوف شغل فرقتهم. بالنسبه لي الحمد لله طبعا بدايه كويسه جدا ان انا بلاعب فريق محترم زي فريق نادي الداخليه. اول 3 نقط بره ملعبي في ملعب صعب جدا، الناس كلها عارفه الظروف اللي فيه، لكن الحمد لله بحمد ربنا على البدايه القويه دي. اللعيبه عندي كمان لسه ما وصلتش حوالي 70 او 80% من الجاهزيه بتاعتها، ان انا اقدر ارجع بفوز صعب في وقت قاتل زي ده في الدقيقه 90 اجيب هدف. فبشكر لعيبتي على المجهود الكبير اللي عملوه، وان شاء الله تكون بدايه لفتره قويه باذن الله مع الفريق الفتره اللي جايه باذن الله. الحقيقه ان بدايه الموسم وانطلاق الموسم بتكون صعبه قوي على الانديه اللي لسه هبطت او هبطت حديثا من مسابقه الدوري المصري الممتاز. حضرتك معاك سكواد محترم ومعاك مجموعه من اللعيبه كانوا بيشاركوا في مسابقه الدوري، عايز اعرف كلامك معاهم كان عامل ازاي؟ قدرت ازاي انك انت تلم او تجمع شمل اللعيبه والفريق وتتحدث ايضا مع هي دي النقطة؟ يعني انت جبت نقطة خطيرة جدا فرقتي بالذات بتواجهها، ان انا عندي عدد لعيبة كبير جدا مشي كان اعراض، عندي حوالي 5 او 6 لاعبين ما بيحضروش معايا التمارين خالص عشان عايزين يلعبوا دوري ممتاز طبعا. لكن انا الحمد لله قفلت على الفرقه، يعني اتفقت حتى مع اللعيبه، اللعيبه هي اللي هتكون موجود معايا هو ده اللي هيكمل معايا. يعني انا كان عندي 5 لعيبه تقريبا موجودين بالاسم لكن مش موجودين في التمارين. فالحمد لله ركزت على اللعيبه الموجوده معايا، اشتغلت رغم ان كان معيش وقت كبير جدا لاني بادئ من شهر تقريبا 4 اسابيع، وده غير كافي تماما في فتره الاعداد. اشتغلت على الامكانيات الموجوده معايا، اتكلمت مع اللعيبه، اللعيبه صدقت الفكره ان احنا نكون موجودين واللعيبه صدقتنا، فهو ده اللي حصل. امبارح عاملين مجهود مضاعف بشكل كبير جدا، كل لعيب طلع اقصى حاجه عنده، في الاخر ربنا كافئنا بمكسب. بنقول لسه ما عملناش حاجه لان الدوري لسه طويل وده اول ماتش لسه في البطوله، لكن بتدينا دفعه قويه جدا لان دايما البدايات الناس بتشوف البدايات، فهو ده اللي حصل معانا. الناس شافت ان ان شاء الله عندنا فرقه محترمه نقدر نبني عليها الفتره اللي جايه، وباذن الله المباراه اللي جايه كمان المستوى يبدا يعلى ويزيد والناحيه البدنيه عند اللعيبه تكتمل باذن الله. فريق بلديه المحله هيكون في حته كويسه ان شاء الله باذن الله. لو رحت مع حضرتك ايضا لنادي الزمالك، والحقيقه ان حضرتك يعني بقالك فتره في التدريب، لكن عايزين نعرف برضو يعني شفنا نجوم كتير جدا من نجوم نادي الزمالك ابتدوا ان هم يدخلوا بقوه في تدريب انديه القسم الثاني او دوري المحترفين طبعا، وكان على راسهم الكابتن احمد عيد عبد الملك، الكابتن احمد عبد المقصود، الكابتن احمد عبد الرؤوف، وحضرتك طبعا متواجد حاليا. عايز اعرف منك ايه اسباب اختيارك للمجال التدريبي ايضا؟ لا هو الحمد لله يعني نادي الزمالك دايما بيدي الفرصه لاولاده، يعني انا اول ما بطلت على طول انا كنت حاطط لنفسي الكارير ده ان انا ان شاء الله ادخل في التدريب، عشان انا مش حابب ابعد عن الكوره والملعب وكل ده. فالحمد لله نادي الزمالك اداني الفرصه الكبيره خلال الموسم اللي فات، قدرت امسك
فريق الشباب في نادي الزمالك، عملنا نتائج كويسة جدا وحققت إنجازات كبيرة، وكنت كمان موجود الموسم ده في قطاع الناشئين، والحمد لله كنا ماشيين بشكل كويس جدا. لكن أول ما بتجيلي فرصة إن أنا أبدأ أخد طبعا طريقي مع فريق كبير زي بلدية المحلة ما ترددتش على طول، طبعا فنادي الزمالك كان أول المرحبين، لأني دايما بيحب يطلع ولاده ويحب إن ولاده يتعلموا. فالحمد لله الناس قالوا لي اتفضل ورحت وعايز أعمل التجربة دي، فالحمد لله على كل حاجة، وبإذن الله ربنا يكتب لي فيها النجاح كده إن شاء الله، بإذن الله. ويوفق كل المدربين الشباب كمان اللي عايزين يطلعوا ويعملوا اسم جديد. فدي فكرة جميلة وأتمنى من ربنا إنها تنجح عشان الناس كلها تبدأ تفكر في بإذن الله. الاتجاه ده يعني. طبعا بيوحشك الملعب قوي يا كابتن إبراهيم، يعني لما بتشوف كده مباريات طبعا نادي الزمالك ومباريات طبعا الكبيرة والبطولات بتحس إنك عايز تنزل تلعب أكيد، طبعا خصوصا من خط زمان. وسط نادي الزمالك، وحضرتك كنت مشهور بتألقك في منتصف الملعب. عايزة أعرف منك تعليقك إيه على خط وسط نادي الزمالك في التوقيت الحالي، التدعيمات اللي نادي الزمالك عملها، طبعا في عدد كبير جدا من النجوم واللعيبة اللي رحلوا كمان يعني بشكل كبير. حضرتك تعليقك إيه على أبرز لعيبة خط وسط نادي الزمالك واللي شاركوا بالتأكيد في التتويج نادي الزمالك بالبطولة الأخيرة، بطولة السوبر الإفريقي؟ يعني الراجل بصراحة يعني بحييه على التوليفة اللي قدر يعملها في نص ملعب نادي الزمالك، رغم ان هو لاقي فيها انتقادات كبيرة جدا. يعني وجود عبد الله السعيد في المكان ده ناس كتير كانت بتنتقد، ولكن الراجل كان مؤمن بالفكرة دي وهو مصمم عليها، رغم ان هو بيلعب اي فريق سواء فريق قوي سواء فريق النادي الاهلي في السوبر الافريقي سواء في الكونفدراليه، كان مصمم على الفكره على اللي هو انه يلعبوا بيعملها. وجود 8، صحيح نبيل بالظبط كده، وجود نبيل عماد دونجا رقم 6، وجود صحيح ناصر ماهر وعبد الله السعيد مجازفه في المباراه الكبيره، لكن الراجل مصمم على الفكره دي ان هم بيقدروا يستحوذوا بشكل كبير جدا. عبد الله بيدي افضليه لفرقته بشكل كبير في الاستحواذ، وبيلعب في الكور الطويله مميز جدا ما شاء الله، بنشوف مجهوده كبير جدا، فهو مصمم على التوليفه دي، فهي ناجحه لحد دلوقتي معاه رغم من الكلام كل الناس على حته ان عبد الله يقدر يلعب في مركز صانع الالعاب بشكل افضل، لكن هو مصمم عليها، عامل توليفه رائعه جدا. عندنا الشباب واحد زي دونجا بيقدر يضغط ويستحوذ ويعمل بشكل كبير، عندنا عبد الله وناصر لعيبه مهاريه، عندهم الكوره عاليه جدا، بيقدروا يتحكموا في ريتم المباراه بشكل كبير جدا. فاعتقد ان خط نص الزمالك بالتوليفه دي يعني هايلين، ومع هل عوده نادي كمان الزمالك ان كان شاء الله. مفتقد ده يا كابتن ابراهيم بقاله سنوات، يعني بعد وجود حضرتك وكابتن طارق حامد وايضا فرجاني ساسي كان من اللعيبه المتالقين، امام طبعا عاشور، يعني طبعا يمكن يكون الفتره كانت قليله مش كبيره اللي مر بيها مع نادي الزمالك، هل نادي الزمالك افتقد خط وسط طبعا قوي بالخبرات طبعا دي؟ طبعا يعني الفترة اللي فاتت بعد رحيل فعلا طارق حامد مع فرجاني ساسي وامام عاشور، كل دول جم في نفس التوقيت، كانوا عاملين برضو توليفة قوية جدا. مع رحيلهم كان حصل فجوة كبيرة في المكان ده في نادي الزمالك، فضلوا يعانوا فترة طويلة لحد ما موضوع ان مستر جوميز يحط التوليفة اللي حطها ده، مع كمان برضو عشان نديله حقه نبيل عماد في الاول ما كانش متأقلم بشكل كبير، صحيح دلوقتي بدأ يدخل في الاجواء وبدأ يعرف الدور المطلوب منه، فبدأ يظهر بشكل كويس جدا. كان وجود برضو عشان رؤى ربنا طبعا، يرجعه بالسلامة واحمد حمدي بالفترة اللي فاتت وحمدي بالتأكيد، لحد ما بس حمدي فاعتقد بيلعب 10 اكتر يعني بيزيد اكتر. هو دوره، انا عارف ان هو 10 بس دوره دايما كان اللي هو الراجل بيستخدمه في فكرة الاستحواذ كتير في نص صحيح الملعب، فده صحيح اللي كان بيبان. رؤى طبعا أدى الدور اللي عليه لحد ما رحل دلوقتي، فأعتقد التوليفة دي أفضل توليفة في الفترة الأخيرة جدا، هي التوليفة اللي الراجل عاملها دلوقتي يعني. طبعا في النهاية ما ينفعش حضرتك تكون معانا لما اختم حواري معاك مع منتخبنا المصري، بالتأكيد تعليقك ايه على المعسكر الحالي لمنتخبنا المصري، الاستعداد بإذن الله للمباريات القادمة، وبالتأكيد يعني لو ليك وجهة نظر في بعض اللعيبة اللي بتتمنى تشوفهم داخل صفوف منتخبنا المصري؟ اكيد يعني منتخب مصر بنتمنى له التوفيق طبعا، الكابتن حسام حسن راجل رمز كبير للكره المصريه، فكلنا بنسعى لنجاح التجربه بتاعته مع منتخب مصر. انا على المستوى الشخصي اتمنى ده، فاكيد الراجل كمان في ميزه كويسه ان احنا عندنا اريحيه في المجموعه، يعني مع احترامي طبعا للكره ما بتعترفش بالاسماء، لكن احنا مستوى المنتخبات اللي معانا لا احنا اعلى بشكل كبير جدا في المستوى والتاريخ وكل حاجه، فده مدي اريحيه للكابتن حسام كتير ان هو كل فتره تلاقي حابب يدخل ويعمل تغيير في الاعمار السنيه وينزل بالاعمار السنيه، فبيبدا يغير لعيبه كتير جدا، فهو كابتن حسام مطمن او عارف مستوى اللعيبه، فهو ده اللي بيديله الاريحيه بشكل كبير في الحاجات دي.
فاتمنى له التوفيق. احنا دايما لازم ندعم كل اختيارات المدير الفني، لان هو في الاول وفي الاخر هو المسؤول عن القائمه بتاعته، وهو المسؤول عن اللعيبه اللي هو بيضمها. لكن اكيد في لعيبه بصراحه تستاهل انها تكون موجوده الفتره اللي جايه، لان ده منتخب مصر وبابه دايما بيبقى مفتوح، فاللعيب اللي بيجتهد وبيأدي بشكل كويس من خلال فرقته فاكيد حقه ان هو يكون موجود مع المنتخب. فنتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه، والماتشين دول يقدروا يحسموا التأهل، عشان بعد كده الكابتن حسام يقدر ينفذ أي فكرة هو عايز ينفذها، يبقى عنده أريحية بشكل كبير إن هو ينفذها يعني. في النهاية تعليقك إيه على تألق عمر مرموش؟ لا ده حاجة جميلة يعني، أنا فخر كبير قوي. طبعا يعني صحيح، كلنا بنفتخر بمحمد صلاح، ده برضو لازم نفتخر بيه لأنه واحد من ولادنا وواحد بيمثل اسم مصر، وشفنا كلام المدير الفني عليه بشكل كويس جدا، ده حاجة تدعونا كلنا بالفخر. وإن شاء الله نشوف محمد صلاح جديد، ونشوف بإذن عمر الله. مرموش تاني وتالت، لأن هو ده الطبيعي لبلد كبيرة زي مصر. عندنا لازم يبقى عندنا عدد لاعيبة ومحترفين بشكل قوي جدا، صحيح، ومحترفين في أوروبا في أندية وفي الدوريات الكبيرة، فده أقل حاجة احنا المفروض نشوفها. فبنتمنى له التوفيق، وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة إن ويبقى شاء الله محمد صلاح تاني إن شاء إن الله. شاء الله. كابتن إبراهيم، بنتمنى لحضرتك كل التوفيق بإذن الله ربنا مع يخليك يا فريق فندم، بلدية المحلة، وإن شاء الله نشوفك بتطلع لنا نجوم قادمين بإذن الله بسرعة إن شاء الصاروخ الله. أيضا في مسابقة الدوري المصري ممتاز، ونشوف حضرتك أيضا بتتألق في مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا الكابتن إبراهيم صلاح نجم نادي الزمالك السابق ومنتخبنا المصري السابق، نورتنا.